بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الأخوة الأعزاء، رحمة الله وبركاته. نشكر العلماء والحقوقيين وكل من حضر في تأمين شهيدنا السعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله، صدق الله العلي العظيم. أقول قصة بس قصيرة عن الشهيد. وفي أثناء زيارة سنة 2012، آخر زيارة إلى الشهيد لكربلاء، فالشهيد كان متعلق بالإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. في ليلة من الليالي رجع وجهه يشع نور، فقال لي يبا أنا الليلة يعني بالغدار جحدي فرحان، تخيري يبا شو اللي عندك، شو اللي صار؟ قال لي بشوف انا الليله كتبت اسمي، كتبت اسمي في ورقه ورميته في الطريق، وطلبت من ابا عبد الله الحسين عليه السلام امنيه يحققها لي. قلت له نعم يبا، الامنيه شنو؟ قال لي يبا الامنيه ان الله يرزقني الشهاده. وفعلا يعني الحمد لله رب العالمين، من يوم رمي الشهيد للورقه في الضريح اليوم استشهاده هي كلها 9 شهور. فالحمد لله رب العالمين ان ابا عبد الله الحسين تقبله باحسن القبول. واخيرا اشكركم احبتي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.